وبركاته. معكم أمل بنس من جديد. عندي برشة برشة ما عملتش فيديو بصراحة، كنت مصدومة، كنت تحت الصدمة من أول أكتوبر، من أول أكتوبر 2018. يعني مصدومة بالجريمة الشنيعة التي ارتكبت في حق إنسان بريء، الصحافي جمال خاشقجي. نتبع في القضية هذه يعني دقيقة دقيقة بالدقيقة، يعني سبحان الله سبحان الله، الله يمهل ولا يهمل. يعني آلاف المظلومين في العالم العربي، آلاف المسجونين، آلاف الناس اللي ماتت في جرة الجبروت، وأخيرا قضية جمال خاشقجي أخرجت كل قضايا المسجونين وكل قضايا المفتعدين في العالم العربي. وأكثرية شناعة الجريمة، شناعة الجريمة يعني إنسان خدروه وخنقوه وقطعوه ومازال حي، يعني ماهوش متأكدين من موته إثر تقطيعه. يعني هذه جريمة ضد الإنسانية، جريمة بشعة، جريمة ما عندهاش اسم. يعني تبعت القضية دقيقة ودقيقة، ونحب نقول لك يا أبو منشار وينك، معاك قلبي حار، حوار فشجار وقطعته بالمنشار، ليش يا أغبى حمار، غدا عندك خبر صار، ولن تفلت من عقاب الجبار. الله يرحمك وينعمك يا جمال خاشقجي. ونصيحة لكل مواطن عربي، لكل مواطن عربي عايش في الخارج، لازم يحتاط عند مروره قدام سفارة أو قنصلية عربية، يعني لازم، مش لازم تكون سعودية، يعني كل العرب، يعني كل البلدان العربية جبروتية، رد بالك لا يشدوك ولا يقطعوك، راهم فصايل، راهم رهوت. وبطبيعة أول ما تدخل لأي قنصلية عربية أعمل دعاء، دعاء دخول القنصلية العربية، اللهم إنا نعوذ بك من مناشير الإنس والجن، من موت الفجأة، ومن إرهاب البدو. يعني هذه العملية عملية اغتيال يعني كما قالوا الناس من أغبى عمليات الاغتيال في العالم وفي تاريخ الإنسانية. يعني في كل عملية اغتيال ولا في كل عملية إرهاب في العالم نشوف الجثة وما نعرفش القاتل. يعني القاتل، لهذا تطورت نظريات المؤامرة، يعني ما كنا نعرف القاتل، يعني هناك جثة ولا نعرف القاتل، ولكن نعرف يعني القاتل نجم يكون نشكو فيه. أما هذه العملية كل الناس تعرف القاتل وجثة ما غير موجودة. يعني فين الجثة يا ولاد الكلب؟ احكيولي فين الجثة؟ يعني أين الجثة؟ يعني السؤال المطروح، أين الجثة؟ أين الجثة يا ولاد الإيه؟ أين الجثة يا ولاد التيت؟ استغفر الله العظيم يا ربي. يعني في خلال 22 دقيقة وقع الشجار، وقع التخدير، وقع الخنق، وقع التقطيع. يا عيني على الخبرة، ده انتم خبرة قوي. اذا هما قطعوا الانسان في 20 دقيقة وخرجوه من الوجود، يعني هما عندهم خبرة، عندهم يعني عندهم متعودين، يعني متعودين على تقطيع الجثث، ومتعودين على قتل المعارضين. يعني هذا قمة في الإجرام، قمة في البشاعة. والأكثر من هكا هما ناس يتفرجوا على الأفلام الأمريكية، على جيمس بوند والأفلام المخابرات السرية. يعني حبوا يوهموا العالم الكل أن جمال خاشقجي خرج من القنصلية، يعني جردوه من ملابسه بعد قتله مباشرة ليلبسها واحد نذل اسمه مصطفى المدني،
ويخرج من الباب الخلفي للقنصلية بلحية مستعارة ويمشي يعني حاسب روحه مجامل خاشقجي أم هما في بالهم لو كريم بارفي سان اكزيست با. يعني هو الصباط متاعو حذاؤه لم يكن نفس حذاء جمال خاشقجي. يعني هما بهايم يعني أغبياء يعني حتى في عملية استعارة في عملية تنكر هما انكابابل يعني ما كانوش في المستوى. وهذا الإنسان المصطفى المدني يمشي في الشارع وبعدها دخل مسجد السلطان أحمد ليخفي ملابس الراحل جمال خاشقجي في حماماته يعني في الطوالات، ثم يتناول العشاء ويعود إلى الفندق مبتسما فخورا بعبقريته في أداء مهمته. فرانشمون يا عيني يا سلام على الذكاء، يا سلام على الأفلام الأمريكية. أفلام أمريكية فاشلة. يا سلام على الذكاء، يا سلام على الأفلام الأمريكية الفاشلة. والأكثر من هذا، أنا شفت على المواقع الاجتماعية ناس من تونس من الشرق الأوسط من مصر يعني متشمتين في جمال خاشقجي، يعني قمة الدعارة الفكرية. يعني جمال خاشقجي جبدوله على الباسي متاعه، جبدوله على الماضي متاعه، كان يعني هو كان صحافي ذهب لأفغانستان شاف كيفاش بن لادن يحارب في روسيا وعمل مقال اللي هو معناه يشيد بالجهاد ضد المستعمر. هذا المقال أخذوه كتعلة لأنه كأنه جمال خاشقجي كان إرهابي، كان يشجع على داعش. يعني ناس واخذين يعني متبنين كلام، متبنين نظريات الغرب الصهيوني ضد صحفي اغتيل ظلما. يعني ناس الأكثرية من اليسار التونسي ومن اليسار العربي يعني متشمتين في جمال خاشقجي، يعني قمة الدعارة الفكرية لليسار. وقالوا أن جمال خاشقجي يعني كان إنسان يؤمن بالإسلام السياسي ويؤمن بالجهاد ويؤمن بالهوية الإسلامية العربية، ولهذا يعني كان يضايق في الفكر السعودي، كان يضايق في النظام الدولي وفي النظام السعودي، ولهذا يعني اغتيل. يعني انسان يعني اصبح الانسان المقتنع بالاسلام السياسي اصبح خطر على العالم العربي اليساري وخطر على الإنسانية. يعني ناس يعني جوستيفي، يعني ناس تدعم يعني اغتيال خاشقجي لأنه كان إنسان مسلم وإنسان يتبنى فكر الإسلام السياسي. يعني هذا اسمه إرهاب فكري. يعني والأكثرية احنا نعرف ان جمال خاشقجي كان صحفي وليس ولم يكن معارض، يعني لم يكن معارض عنيف ولدود النظام السعودي الدكتاتوري. يعني كان هو كان انسان يعبر على آرائه بطريقة حضارية وبطريقة عفوية، وهو كان يصف نفسه بمفكر مستقل. وقال بعظمة لسانه أن لو كان في بلاده حرية التعددية السياسية لأسس بنفسه حركة إسلامية وسطية. يعني إنسان يعني وسطي، إنسان يعني معتدل. وقال في برنامج بث اسمه بلا قيود
يعني توجدوها البرنامج هذا على اليوتيوب، قال أنه يؤمن بالإسلام السياسي كمرجع سياسية كمرجعية سياسية يعني. وفي ظني أن كل هذا الكلام يعني هو كلام معقول، لم يكن من ذوق النظام السعودي ولم يكن من ذوق النظام الدولي العالمي. وأردوغان في خطابه لمح أن هناك أطراف خارجية يعني أطراف خارجية تدخلت في اغتيال الصحافي. بالطبيعة الاغتيال الخارجية هما يعني هو الأمبياس شجعوه أطراف خارجية لاغتيال هذا الصحفي اغتيال جمال خاشقجي. والأطراف الخارجية نعرفها، يعني أطراف خارجية هي تحارب الإسلام وتحارب فكر الإسلام السياسي في كل العالم العربي. وفي الآخر خلينا نحلم بالسعودية. السعودية بلد حقوق الإنسان، السعودية تقطع العلاقات مع أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وتقرر التعامل مع الدول الإسلامية والعربية بعدل، وتوقف الحرب على اليمن وتعينها ماديا، وتوقف التآمر على الثغرات العربية، وتبيع النفط لتونس وتركيا مجانا، وتعيد محمد مرسي للرئاسة. يعني السعودية نحلم بها بطبيعة تفعل هذا مقابل غلق ملف خاشقجي. ألا يجوز قليل من الأحلام؟ يا سلام يا سلام. إن شاء الله عجبكم الفيديو متاعي، وإن شاء الله عجبكم التحليل. إن شاء الله عجبكم الفيديو متاعي وتحليل قضية جمال خاشقجي، وإن شاء الله في فيديو جديد.